السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعي قناة كابيتانو، أهلا ومرحبا بكم. في البداية ما تنسوش تضغطوا على سابسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلوكم كل جديد. الإعلامي خالد الغندور يعلن أن قناة الزمالك في الأسبوع الأول من 2020. طارق يحيى يضع محمد عبد السلام مدافع الزمالك والمنتخب الأولمبي ضمن اهتماماته خلال الفترة المقبلة، وتحرك بالفعل لجست نبض اللاعب بشأن الانتقال للطلائع. كاسونجو ووكيله كرر شكوى الوداد المغربي في المحكمة الدولية بسبب استخدام تقارير مزورة من قبل النادي المغربي. تفيد تلك التقارير بأن اللاعب لديه مشاكل في القلب تمنعه من لعب كرة القدم. اللاعب أجرى الفحوصات الطبية ليثبت كذب ادعاءات النادي المغربي، وقدم تلك التقارير الطبية في ملف شكوته ضد الوداد المغربي. تطورات خطيرة في ملف الاستبدال. أكد عمرو الجناني رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أنه لم يتم مناقشة تغيير لائحة الاستبدال الخاصة بنظام مسابقة الدوري المصري داخل أوراق الاتحاد مجلس الاتحاد المصري حتى الآن. وأضاف في تصريحات خاصة لنجم الجماهير: الاتحاد المصري يتمسك بعدم تغيير أي لائحة خاصة بنظام المسابقة، وأن البطولة سوف تبدأ وتنتهي وفقا للوائح التي أعدت قبل انطلاقها. الزمالك يكشف سبب رحيل ميتشو الحقيقي. أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن موقف لاعب الفريق بعد مباراة مازيمبي الكونغولي هو السبب الرئيسي في رحيل السربي ميتشو، وكان لاعب الزمالك قد أعلنوا دعمهم الكامل لميتشو في تغريدات جماعية عبر موقع التواصل الاجتماعي. وتابع مرتضى في تصريحات عبر فيديو على قناته الرسمية على يوتيوب: ما فعله لاعب الزمالك خطأ، وبذلك يكون هم المتحكمين، ولا يصح أن يتدخل لاعب الفريق في اختيار المدربين. وأكمل: ميتشو لا يعاني من أي مرض، واللاعبين فهموا كلامه بشكل خاطئ، وشدد على أنه لم يتدخل في عمل ميتشو من الأساس طوال فترة تواجده مع الفريق، وما طلبوا منه هو توظيف اللاعبين في مراكزهم فقط. بعد غيابه عن مباراة أول أغسطس، بيان رسمي من الزمالك بشأن الجماهير. قام مجلس إدارة نادي الزمالك بإصدار بيان رسمي لتوعية الجماهير فيما يتعلق بحضور المباريات خلال الفترة المقبلة. وقال النادي في بيان رسمي: يناشد مجلس إدارة نادي الزمالك بقيادة المستشار مرتضى منصور جماهير النادي بالتسجيل عبر موقع تذكرتي لاستخراج بطاقة دخول المدرجات الخاصة بكل فرد من الجماهير. وتابع: يؤكد مجلس إدارة الزمالك على ضرورة استخراج بطاقة دخول الملاعب، خاصة أنه لن يتم تسليم أي تذاكر لأي فرد، والحصول عليها ضروري حتى تتمكن الجماهير من حضور المباريات. المصري يرفض رحيل كريم العراقي خوفا من الأهلي. رفض مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية فكرة احتراف كريم العراقي الظهير الأيسر للفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. المصري يرفض رحيل كريم العراقي خوفا من الأهلي. وتألق كريم العراقي مع المنتخب الأولمبي في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام، وساهم في الفوز على كوتيفوار بهدفين لهدف في المباراة النهائية، بالإضافة للتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020. وعرض تامر النحاس وكيل اللاعبين على إدارة المصري البورسعيدي خلال الأيام الماضية تسويق كريم العراقي في الدوري البرتغالي قبل قدوم فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، خاصة بعد تألق اللاعب في البطولة الإفريقية وظهوره فيها بشكل مميز.
وأبلغ مجلس المصري تامر النحاس وكيل اللاعبين برفض طلبه بتسويق اللاعب في البرتغال خوفا من انتقال كريم العراقي للنادي الأهلي في نهاية الموسم عبر ترانزيت خارجي حتى يلعب للقلعة الحمراء في الموسم المقبل، وذلك لخوف إدارة الأهلي من ضم أي لاعب من المصري مباشرة للحساسية بين الناديين. خسائر الزمالك في حال رحيل محمود علاء: تأثر الدفاع. محمود علاء يعتبر من أهم وأبرز اللاعبين داخل نادي الزمالك منذ التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017 قادما من وادي دجلة، ونجح اللاعب في إثبات قدراته الفنية مع الفريق وساهم في قيادة خط الدفاع خلال الفترة الماضية، فكان من أهم العوامل التي قادت الزمالك للتتويج بكأس الكونفدرالية. ولا شك أن رحيل محمود علاء عن صفوف الزمالك سيؤثر على خط الدفاع بالسلب، خصوصا وأن الفريق لا يمتلك مدافعين في وقتنا الحالي على نفس مستواه، بجانب أن قدرات اللاعبين الحاليين مثل محمد عبد الغني ومحمد عبد السلام ومحمود الونش ضعيفة ولا يستطيع أحد منهم قيادة دفاع القلعة البيضاء. أزمة في القائمة الإفريقية: رحيل محمود علاء في الانتقالات الشتوية المقبلة سيضع الزمالك في مأزق كبير، وأن اللاعب مقيد في القائمة الإفريقية، ولا يمتلك الزمالك في القائمة الإفريقية سوى مكان وحيد بعد أن تم قيد 29 لاعب كان آخرهم المغربي محمد أونجم، ويرغب مسؤول الزمالك في قيد مهاجم في هذا المكان وبالتحديد الكونغولي كاسونجو بعد ابتعاد خالد بوطيب عن المشاركة بسبب الإصابة، وسيخسر الزمالك المكان المتبقي في القائمة الإفريقية برحيل محمود علاء لأنه سيكون مطالب بتعويض مدافع آخر يكون على نفس المستوى وسيتم قيده حتى تكتمل القائمة ل30 لاعب، وبالتالي النادي سيصرف النظر عن ضم مهاجم جديد. خسارة هداف: دائما في كرة القدم هناك ما يسمى بالمدافع الهداف، هذا اللاعب الذي يشغل مركز المدافع ولكن يمتلك قدرات تهديفية في نفس الوقت. خالد جلال المدير الفني السابق للزمالك يقترب من تدريب الهلال السوداني. سيد عبد الحفيظ معلول ينضم لصفوف الفريق بعد مباراة دجلة وعودة نيدفيد ومتولي بعد 10 أيام. شريف فؤاد المتحدث الرسمي للنادي الأهلي: تعاقد الأهلي مع شركة استادات سيمنح لها الحرية في تأجير ملعب السلام لأي فريق يرغب في خوض مباراته، ولكن الأهلي سيحصل على مقابل مادي من هذا الفريق. العقود مع الشركة سيتم توقيعها في غضون شهر وتشمل حق الانتفاع من الاستاد وفرع النادي في الأقصر ومجمع حمامات السباحة وسور النادي. حق الانتفاع سيكون لمدة 25 سنة، لكن الاستاد سيكون قائما لحين بناء استاد خاص بالنادي الأهلي. ومع توقيع العقود سيتم تغيير اسم الاستاد إلى استاد الأهلي وسيتم وضع اسم النادي على الاستاد من الخارج. الأهلي سيحصل على مبلغ 55 مليون بعد توقيع العقود مع شركة استادات بشأن حق انتفاع استاد السلام، كما سيحصل الأهلي على دفعات مالية أخرى سيتم جدولتها في وقت لاحق، وهذا الملف يتولى مسؤوليته خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة. اتحاد الكرة يستقر على ملعب نهائي كأس مصر وحفل خاص للبطل. استقرت لجنة المسابقات برئاسة حسام الزناتي باتحاد الكرة على إقامة مباراة نهائي كأس مصر للموسم الجاري 2019-2020 على ملعب استاد القاهرة الدولي في شهر مايو المقبل، وذلك بعد فتح أبواب الاستاد أمام الأندية. واتفق أعضاء اللجنة الخماسية المعنية لإدارة اتحاد الكرة
على إقامة احتفالية كبرى خلال المباراة وتسليم كأس مصر داخل الملعب، خاصة أن بطولة الكأس والدوري ستكون الأخيرة في ختام مهمة عمل اللجنة الخماسية، والتي سترحل نهاية شهر يوليو تمهيدا لإقامة انتخابات في أغسطس. الأهلي يرفض فتح باب الاستبدال في يناير ويخطر اتحاد الكرة. يرفض مسؤول النادي الأهلي فكرة فتح باب الاستبدال في يناير المقبل والتي طالبت به بعض الأندية، وأخطر مسؤول النادي الأحمر اتحاد الكرة بضرورة تطبيق اللوائح وأن النادي متمسك بها ويرفض تعديلها في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، رغم أنه متضرر من الأمر في ظل الإصابات التي يعاني منها الفريق في هذا الموسم. ويحق لأي نادي يشارك في الدوري المصري أن يقوم باستبدال لاعبين اثنين في قائمته خلال فترة الانتقالات الشتوية، لكن هناك بعض الأندية التي طالبت من اتحاد الكرة فتح باب الاستبدال، لكن اتحاد الكرة لم يحسم هذا الأمر حتى الآن. المصري يجدد عقد كريم العراقي ويرفض انتقاله للزمالك. علي معلول يعود للأهلي قبل مواجهة حرس الحدود في الدوري. الأهلي يحصل على أرض بالإسكندرية لإنشاء الفرع الخامس. حصل النادي الأهلي على قطعة أرض جديدة بمنطقة برج العرب بالإسكندرية لإنشاء مقر جديد على مساحة 26 فدان من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووافقت هيئة المجتمعات العمرانية على تخصيص قطعة أرض للنادي الأهلي.